سعادة السفير، الكلمة الآن إلى سعادة السفير سلطنة عمان، تفضل. سعادة الرئيس، معالي الأمين العام، أصحاب سعادة، الإخوة الزملاء، أود في البداية الإشادة بهذه الخطوة وعقد مثل هذا الاجتماع والذي يعبر عن تضامننا نحن كعرب مع سوريا الشقيق، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الجولان بغض النظر عن ما يجري في سوريا حاليا. وأود هنا أن أعرب عن إدانة السلطنة لكافة الخطوات الإسرائيلية التصعيدية في الجولان، وخاصة عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية على أراضي الجولان، ونطالب بضرورة الالتزام بكافة القرارات الدولية بخصوص الجولان والتي هي جزء لا يتجزأ من سوريا، ونؤكد أيضا على كافة القرارات العربية المتعلقة بوقوف العرب مع سوريا في هذه المسألة. وأستغل هذه الفرصة للإعراب عن دعم السلطنة للعملية السياسية والسلمية التي تتعلق بالمسألة السورية، وخاصة المحادثات الحالية التي تجري في جنيف. وأيضا أود أن أعرب عن تأييد السلطنة لطلب الإخوة في اليمن للترحيب بعقد المحادثات اليمنية في سوريا، وأيضا إصدار بيان لتأييد العملية في الكويت، وإصدار بيان يتعلق بدعم العملية السلمية في اليمن. وشكرا سعادة الرئيس.